ان احنا في مصر كنا، وانا على المستوى الشخصي كنت شايف ان المرض ده مؤلم جدا وكنا بنعاني منه. وزي ما اتقال في الكلام اللي انتوا قلتوه كله، ان لو في اراده وفي امل هيبقى في انجاز. لو في اراده وفي امل هيبقى في انجاز. وبالتالي لما كنت اقول يعني زمان، يعني اقول يعني ما حدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده، الفيروس سي، قبل ما يكتشف يعني، وايضا علاج ليه. لقينا ان مجرد ان كانت النوايا كده، انا بتكلم على مستوى الشخصي يعني، كان دايما ده هاجس، ودايما ده كان امر بفكر فيه بعمق الحقيقه. فربنا سبحانه وتعالى خلاني اعيش واشوف المرض ده، واشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني اساهم مع ابناء بلدي هنا في ان انا انهي هذا المرض في مصر. فانا عايز اقول ان العلماء الاجلاء اللي هم يمكن الناس ما بتعرفهمش حتى ما بتشوفهمش، لكن بتشوف اثرهم، الامر ده امر مقدر جدا على المستوى الانساني والاخلاقي. ان بلد يبقى فيها يعني، ساعه لما عملنا الاجراء بتاع الفحص الشامل في مصر كنا بنتكلم على دوله فيها حوالي 90 95 مليون، النهارده احنا 102 103 مليون 104.